من يعلم المحتل أننا لا ننصاع كمجلس قروي وكأهالي عورتة لتهديداته التي تصلنا عبر الهاتف بأن يثنينا عن هذه الفعالية، فهذه الفعالية ستستمر كل أسبوع. هذه أداء لصلاة الجمعة فوق أرض عورتة، فوق أرضنا التي يحاولون حرماننا من أداء الصلاة فوقها ومن المرور عبرها لنصل إلى أي مكان في فلسطين الحبيبة. يحاول الاحتلال دائما التنغيص علينا، يحاول دائما خلاص الناس يسكرها، الناس يسكرها، احنا جايين نفتحها باش يسكرها، خليه يعمل بده اياه. هذا حقنا، ازاله الحواجز حقنا. يا جماعه اسمعوا يا جماعه، خليه يصور هون اوعى تصور. نواف شباب ما تفتح حديث مع الجنوب، ما تفتح حديث مع الجنوب. تفضل يا فهد، تفضل. نحن يا شباب ما حدا يفتح حديث مع الجنوب، دين مجلس يا جماعه وخلاص. نحن في مسيره سلميه نؤدي صلاه الجمعه ونرفع صوتنا عاليا باننا سنستمر وسنحاول مرارا وتكرارا. كل جمعة، كل يوم جمعة سنؤدي الصلاة، وهذا الحج ما هو إلا البداية. نعمل في الجمعة القادمة وما بعدها أن يلبي كل أهل عورتة وكل متضامن من القرى المجاورة دعوتنا للصلاة فوق أرضنا. كل الاحترام لكم وكل الشكر للمتضامنين الأجانب الذين جاءوا للوقوف مع حقكم في أرضكم. السلام عليكم. الله مع الصابين. ها وقف يا جماعه، انا وقف يا جماعه. رئيس المجلس هو بيجي له، وش رئيس المجلس بيقول له؟ واللي بيحكي مع رئيس المجلس هو اللي بيجي له. واحد يتلعب كده يعني رسائلنا كمجلس كالبلد وصلناها عبر مقدر الصوت. أنا مش معني في فتح أي حوار مع الاحتلال. كل الاحترام. يلا 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 من عور تسمعنا الصوت، من عور تسمعنا الصوت يا محتل افتح البوابة، افتح البوابة. ومن عور تسمعنا الصوت، من عور تسمعنا الصوت يا محتل ما بنموت، يا محتل ما بنموت. من عور تحية، من عور تحية للأمعاء الأبية، للأمعاء الأبية. والله في قريب في الاسبوع القادم ان شاء الله. خلينا يا اخوان، لا خلي واقف زياده للأمعاء الخاوية.
Next Friday, okay? That's good. It was good, very good. The road has to be open now. All the time for the village. It's the village road. When you walk. Friday is the best day of the day, of the week. Yes. Love you. Anyway. Okay, thank you. Bye. Have a nice day. يلا